بسم الله والحمد لله والله أكبر. إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. راكم زايد، ما مخكم شبه غايب أو بلوكي معطل، وشكون يغيبه في وظائفه المعرفية خاصة والذاكرة الكل الصحيحة اللي فيها فايدة، واللي عطلكم في كل شؤونكم الروحية، فروحكم إما ماشية وإلا ملوثة بأيدي شيطانية ورعد سد الطريق بتاع التلويث وبتاع الاستيلاب. وابحث على روحك وترى أعدائك من كرب وعجم، مهما كان ديانتهم أنهم ليسوا أهل باش نطمئن إليهم أو صديقهم أو نعلم أمرهم. هم أموات غير أحياء، فكيف تسمح لأكثرية ممن يدعون أنهم من المسلمين أن يعبدوا من دون الله أموات غير أحياء؟ يعني عندهم هما وقت اللي يمشي واحد يودي على كله باي باي، تلي يمشي عبر على أسبو أي أم ستوري ويقولها ويعاود يس وي يو كان. يعني عندهم هما عند الأمريكان هما قاروا الأوطان كلها وأهل الأوطان كلها، لهذا دائما قادرين على الاستمرار في يو كان. يظهر لك حتى اللي كان الرئيس قبل مهما كانت محاسنه مساوئ غلبت، والدليل حرص على قتل سيدنا سيف أسامة الضرغام اللي يعرف شوية من الإسلام وناضل بقدر الإمكان. ربما الله أعلم بماذا سيختم له، لأنه مجرم كبير رغم لمعوا له صورته، أما اللي جاء بعد والعياذ بالله. وسنرى في حق هؤلاء ما لم يخطر ببالهم من فضائح جمة، كما الكلب ترامب اللي ما قد محاز أموال بالحرام، عمل كل ما في وسعه باش يغلط فيسك الأداءات. شو الناس هذا هم اللي يقودوا في أعتى الأمم، اللي أهل غم والعياذ بالله، وهم خسارة وهم وأهل عدوان. نسأل الله السلامة.